اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على واحد التساؤل ولا واحد الاشاعه عرفتي اللي كاينه بزاف بزاف بزاف، هي واش بصح الفرامليه ولا مادسان كيدكوا لهم واحد البره باش قلبهم كيقصح. ما يمكنش انكم ما تكونوا سمعتوا هذه الهضره وما تكونوش يعني فايت لكم سمعتوها من عند شي حد. اليوم جيت نهضر عليها في هذا الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر. كيف قلت لكم هاد الفيديو على واحد المقوله ضروري غتكونوا سمعتوها، ديال ان لي زانفيرميير ولي ميدسان كيدقوا لهم واحد البره باش كوم كوا قلبهم كيقصح، ما كيبقاوش يحسوا، كيوليو يشوفوا دي زاكسيدون غراف، كيوليو يشوفوا يعني بنادم شتات، كيشوفوا كيدخلوا البلوك، كيشوفوا يعني كي كنقولوا لي زورغان ديال الناس، وعدو كيولي عندهم عادي وما كيحسوا بحتى شي حاجه. فشنو كيقولوا؟ كيقولوا حكا كيدقوا لهم واحد البره. بغيت نعرف غير هاد الشخص زعما اللي خرج هاد الاشاعه واش منيتك منيت كتقول هاد الهضره؟ القوت ما كنت كنسمع هاد الهضره فريمون، كنت حتى انا متيقاها يعني من صغري وانا كنسمع ملي كتمرضي وكتمشي للسبيطار وشي حاجه كيقول لك راه الطبيبه ولي زانفيرميير راه كي داكين برا، داكشي علاش كتشوفهم انهم كيشوفوا هاد الشيء وما كيحسوش. فريمون كنت متيقه ان بصح كيدقوا لهم داك البرا، حيت فاش كتمشي كتلقاي دوك الناس يعني كيشوفوا شي حوايج اللي انت ما كتقدريش تشوفيهم وما كتستوعبيهمش، هما كيشوفوهم يعني بشي حوايج بحال عاديين، كيشوفوهم عاديين جدا وخدامين وما كتبان لك ان حتى شي حاجه ما كتحرك فيهم. كيف ما قلت لكم فانا حتى انا كنت متيقه هذه القضيه ومشيت ودرت هذا الدومين وانا داخله ليه وانا في بالي هذه القضيه. حتى واحد النهار كنا عند واحد البروف وكنا سولناه قبل بعدا ما نسولو البروف، كان قالوا لينا باللي يعني في الاول فاش كتدخلي لاكول كيطلبوا لك واحد لا غاديو ديال الصدر، يا اما كيطلبوا لك في الاول يا اما فاش كتقربي تخرجي ستاج. وكانوا قالوا لينا يعني اللي بغى يديروا دابا ويجيبوا يديروا، واللي ما بغاش فاش غيقرب ستاج غيجيبوا، وقالوا فاش غتقرب ستاج غادي ديروا واحد الفاكسان يعني غدقوا واحد البره. صافي حنا ولينا كنقولوا في الكلاس صافي هذيك البره واقيلا هي ديك اللي كتخليك تقصاحي، هذيك البره هي اللي كتخليك ما تبقايش تحسي، يعني حيت كتلقى يعني اغلبيه الناس سامعين هاد الاشاعه هذه. صافي حتى سولنا واحد النهار واحد البروف، كنا هكا دايرين واحد الحصه هكا يعني نسولوا على الحوايج اللي باغيين نعرفوا هذا، وقلنا ليه واش بصح كاينه ديك القضيه ديال ان لي زانفيرميير وهذا كيدقوا ديك البرا باش ما كيبقاوش يحسوا، واش هي نيت اللي غادي ندقوا باش حنا غادي نبغيو نخرجوا للسطاج. وبقى كيضحك علينا وقال لنا لا يعني راه ماشي راه هادشي راه ما كاينش، هذيك الفاكسان اللي غادي اللي قال لكم انكم دكوها راه ديال لاباتيت باش ما تعاداوش، وهذا راه ما عندها حتى شي علاقه يعني بان شي برا كتقصحكم ولا شي حاجه، يعني شي برا كتقصح لكم قلبكم ولا شي حاجه. وبصح يعني وانا في هاد الدومين وكيفاش كنت في السطاج كيجيو ناس كيقولوا لينا نتوما كتشوفوا هادشي عادي، لا نتوما حكا كيدقوا لكم ديك البرا باش كتقصاحوا، اوداش من برا نعلو الشيطان. يعني راه خاصنا نصحوا دوك المعتقدات ديالنا، يعني حنا راه غادي ندخلوا ان شاء الله في 2020 وباقي الناس كيحسب لهم ان بصح كاينه واحد البرا اللي كتقصح لك قلبك، وهي راه ما كاينه لا برا لا حتى شي حاجه. يعني ديما الناس كتسمعها منهم يعني العائله كيقولوا لي واش بصح اجي انت دايره فرمليه واش بصح كتقول لكم واحد البره باش ما تبقاوش تحسوا. يعني حتى الانسان فاش كتقولي لي مثلا كيقول لك فاش خدامه او شنو كتقراي وكتقولي لي انفيرميير ولا خدامه انفيرميير، اوتوماتيكمون كيقول لك قلبك قاصح حيت نتوما حكا كديركم داك البره بصح ما كتبقاوش تحسوا. هاد الشيء غتشوفوه بزاف خصوصا فاش غتخرجوا سطاج، يعني غتسمعوا هاد الهضره باقا كتقالوا باقا كدور، ولكن راه ما كاين لا برا لا حتى شي حاجه. شوف ان كاينين شي حوايج يعني بكثره ما انك كتبقاي تشوفيهم كيوليو يجيوك عاديين. كيف كتشوفي يعني واحد الحاجه يعني واحد الحاجه بقوه يعني ما كتبقاي اليوم غدا اليوم غدا كتشوفيها، دونك كتولي تجيك شي حاجه اللي عاديه شي حاجه روتينيه. راه بصح في الاول كتشوكاي كتخلعي كتبكي كتحطمي كتمرضي نفسانيا كتدوري كيطراو لك بزاف ديال الحوايج، ولكن فاش كتبقاي تشوفي داكشي اليوم وغدا واليوم وغدا وانك كتحدي داك الخوف ودرنا فيديو عليه وكيفاش كتقوى يعني كتقوي راسك وكيفاش كتبداي تحداي، هلا كتبداي تستوعبي ان هذه خدمتي، ان هذا انسان يعني محتاج لي انني نعشقو، يعني انني ما خاصنيش نبقى ندير خدمتي واللي عليا، وملي ملي نساليها نتشوك على راحتي ديك الساعه، ولكن ما نخليش ان واحد الانسان ضيع لي حياته ولا شي حاجه في واحد انا يعني مشوكي. يعني كيف قلت لكم واحد الحاجه اللي كتبقاي ديريها كل نهار، يعني تخيلي كدوزي السطاج نديرو حنا العشيه من جوج حتى لسته، حنا راه كنا كنبقاو حتى سبعة ثمانية يعني ولكن نورمالمون يعني السطاج تقدري سته تخرجي من جوج حتى لسته، شحال من ساعه وانت كتشوفي نفس الحوايج، كتشوفي كواريش، كتشوفي لي زاكسيدون، كتشوفي اللي مقطع لي رجلو، كتشوفي اللي مقطع لي ايدو، كتشوفي اللي
يعني شي حوايج اللي ما كت... اللي عمرك تخيلتي تشوفيهم كتشوفيهم كل نهار، يعني كل نهار نديرو حنا كل نهار 4 السوايع كتعيشي وسط هادشي، كل نهار 4 السوايع، نهار على نهار، شهر على شهر، دونك صافي كتولفي، كتولي يجيك داكشي عادي، كيولي يجيك داكشي صافي، خصك هاديك راه خدمتك، يعني كت... كتستوعبي داكشي، كتكوني قاصحة. حيت شي مواقف كيحتموا عليك انك خصك تقصاحي وقلبك يقصاح، وكيف ما كيقولوا ما تكونش عندك الكبدة، علاش؟ باش تعتقي داك الانسان. وكاين شي مواقف كيحتموا عليك انك تكوني يعني حنينه، وانك تكوني كي كنقولوا رطبه، وانك تتعاملي مع الانسان بواحد الحنان اكثر من القياس، يعني على مصلحه داك المريض، يعني كتولي تعرفي تاورغانيزي راسك، ماشي كي قلبك كيقصح، كتعرفي كتولي عارفه الوقت اللي خصو يقصح. مثلا جا واحد الانسان مضروب واحد الضربه وكينزف وخاصك تخيطي ليه، واش غادي تجلسي تبقاي تشوكاي؟ لا صافي، كتولي انك مضطره انك تخيطي ليه، خاصك تسربي راسك باش تخيطي ليه، يعني ماشي تبقاي راجعه اللور، ولا كتشوفي داك الانسان ممكن انه يعني فقد واحد لوغان ديالو ولا حياته، وانت غتبقاي مشوكي بزز عليك انك تقصاحي. واحد المره كنت كنخيط لواحد الولد وكان معاه صاحبه، وكيقول لي واو كيضرك في وجهه هذا وما باغيش، كيقول لي وباز لك وانت دريه وقلبك قاصح اختي، انت دريه وكاسك تخيطي ليه وما كتحسي بوالو، شوفي واقفه بحال شي حجره وكتخيطي عادي، بحال كتخيطي فشي سداري ولا فشي توب، وما يعني محرك فيك والو، وانا ما قادش نشوف اللي دري، زعما حنا الدراري كيقولوا قاصحين. خليته تاسر، قلت له خويا هذه راه خدمتي، الا جيت انا ندير بحالك والاخرى دير بحالك والاخر يدير بحالك، وكلنا نخافوا من الخياطه، وكلنا نخافوا اننا نديروا هاد الدومين، وكل شيء يبقى راجع الله، نهار اللي غتجي للسبيطار ما غتلقى لا فرملي لا فرملي يداويك، وما غتلقى لا طبيب لا طبيبه باش يداويك، حيت كلشي خايف من هاد الحاجه، ولكن راه بزز منك خاصك تقصاح على قبل مصلحه هاد السيد. الا جيت انا ندير بحالك او لا ورجع الله، شكون غيخيط لي تمشي لي يدو ويقول يا بصح اختي عندك عندك يعني الحق في هذه الهضره، يعني راه ماشي راه ضروري كتحتم عليك مواقف انك تقصاحي، ماشي شي بره اللي كتقصحك، ولكن المواقف يعني تخيلي شي حوايج اللي كيكونوا يعني غير بساط وكتشوف فيهم اليوم وكتشوف فيهم غدا. مثلا يعني اغلبيتنا اون فوا كتفيق الصباح كتحلي عينيك كتمشي تهز التليفون، كتدخلي انستغرام، كتدخلي واتساب، كتدخلي فيسبوك، كتطلي تليفونك واش فيه شي ميساج، يعني معاك كتحلي عينك كديريها اول حاجه، يعني بقوه ما كديريها اليوم وغدا وبعدو كتولي شي حاجه اوتوماتيكمون عندك عاديه، يعني الدماغ ديالك صافي كتولي تجيه روتينيه عاديه. نهار اللي غتفيق وما غتهزش تليفونك، ولا نهار اللي كيخسر لك تليفونك، ولا نهار اللي كيطفى لك تليفونك، كتحس براسك ماشي هي هذيك، تما فاش كتولي تحس براسك راك ماشي نورمال. ولكن فاش كتكوني كديرها كل نهار كتكون كتجيك عادي، يعني هذا غير مثال بسيط، بنفس الحوايج 4 السوايع في النهار كتشوفي نفس الحاجه، يعني النهار السيمانه شحال فيها من النهار 7 ايام، ضربي 4 راه يعني 4 السوايع في 7 ايام، وضربيها في الشهر، وضربيها في شهرين، وضربيها في عام، راه غادي تولي دوزو وقت طويل. يا اما كيكون عندك ستاج في الصباح وقرايه في العشيه، ويلا كتجي لداركم في الليل كتراجعي كتنعسي باش تفيقي الصباح، يعني غادي تولي دوزي يعني اغلب ديال وقتك ما بين القرايه وما بين ستاج في هاد الدومين، يعني نهار على نهار كتزيدي تولفي كتزيدي تقصاحي، يعني كتولي دوزي وقت طويل. هادشي ابار فاش كيكون عندك ستاج بالليل، الا دوزتي 16 بالليل راك ضربي 12 ساعه في الليل، من 7 العشيه حتى 7 الصباح 12 ساعه، تخيلي 12 ساعه وانت في لوبيطال وكتشوفي هذاك الشيء، يعني نعطيك غير سيمانه وغتقولي لي ما غتقصاحيش، ما يمكنش، انا ما كاين لا برا لا حتى شي حاجه، نصحوا دوك الافكار اللي عندنا غالطين، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، غير بقوه ما غتبقاي دوزي وقت طويل في السطاج وفي لوبيطال، غتولفي داك الشيء غتولفي خدمتك صافي، غتقبلي ان هذيك خدمتك وانك خصك ديريها، وما يعني غادي تولي تعرفي امتى خصك تقصاحي وامتى خصك ما تكونيش قاصحه. والنهار اللي ما غاديش تمشي فيه السطاج تكون عندك شي حاجه، علاش ما غاتمشيش هذا؟ غتحسي براسك ناقصك شي حاجه، حيت غادي تولفي هذيك الخدمه وهذاك الشيء، خصوصا انا يعني فاش يعني كتخدمي من نيتك وكتشوفي الناس كيفاش كيتعاملوا معاك، ويعني والناس كيدعوا معاك، وكتحسي براسك انك كديري شي حاجه زوينه وشي حاجه مفيده كتفيدي بها الناس، يعني دوك الدعاوي ديال الخير فريمون كتكوني فرحانه، كتولي باغا امتى تمشي للسطاج وامتى يعني تعاودي ترجعي ليه، خصوصا الا كنتو واحد ليكيب اللي متفاهمين مع بعضياتكم في السيرفيس، ما كاينش بيناتكم مشاكل، فريمون كتولي باغا امتى تمشي للسطاج. انا من بين الحوايج اللي كنت كنقول مستحيل انني نديرهم هو انني نخيط، لا ما يمكنش انني نخيط لواحد الانسان، لا وفريمون فاش مشيت للسطاج وخيط وتعلمت نخيط، تعلمت الخياطه ديال لي بوان العاديه، وتعلمت الخياطه ديال السورجي اللي كتخيط من الداخل،
كتجي هكا بحال يعني خياطه ديال التجميل، وخيط يعني وجميع انواع الدرابي كيف ما بغاو يكونوا خيطتهم، يعني في شي يعني شي خياطات لي فريمون غراف وخيطتهم صافي. وكنت كنقول لا ما يمكنش انا نخيط الراس وخيطته، ما يمكنش انا نخيط هنا وخيطته، بزاف ديال الحوايج كنت كنقول لا ما نقدرش انني نديرهم، ولكن درتهم. يعني غير في الاول كيكون عندك واحد الخوف. انا من النوع اللي كان الا مشيت للسبيطار عند شي واحد مريض شميت غير ريحه السبيطار وديك الريحه وهذا كنخرج كنسخف، وكان مرض وليت كندوز وقت كبير من حياتي في وسط لوبيتال، وعادي جدا النهار اللي ما كنمشيش هو فين كيضربني راسي، وكنبقى نضحك مع البنات كنقول لهم ناري اليوم ما مشيتش ضرني راسي حيت ما شميتش ريحه الدم غير بالضحك، يعني يعني كنحس بشي حاجه ناقصاني فريمون. غادي دوزو وقيتات زوينين في السطاج، غادي تشوفوا يعني غادي تغير حياتكم بزاف، وغادي تغيروا فيكم بزاف الحوايج، وشخصيتكم غادي تغير، وغادي تشوفوا دابا يعني كيفاش غتكونوا فاش يلا غتبداو السطاج، وكيفاش غتكونوا فاش غادي تكونوا ساليتو يعني يا عامين اللي كتقراو غتقراو يا 3 سنين يعني فاش غتاخذوا الدبلوم ديالكم، كيفاش شخصيتكم غادي تولي يعني في هذيك عامين او 3 سنين شخصيتكم غادي تبدل كاريمون، وانتم كاملين غتشوفوا هذا الشيء وغتوصلوا على هذه الهضره، غتوصلوا على هذا الشيء كامل، وغادي تشوفوا كيفاش غادي تغيروا. فما عندكم مناش تخافوا، ان شاء الله قريب انكم غادي تخرجوا للستاج، وان شاء الله يعني غادي تشوفوا كيفاش غيكون السيستم. خاصك غير تكون شويه فيك الشجاعه يعني، وتعرفي انك تاورغانيزي راسك، هذا الشيء اللي كاين، وما كاين لا برا لا حتى شي حاجه، راه غير حوايج مواقف اللي غادي يعني اللي غادي يقصحوكم وصافي، اللي غادي يخليوكم انكم تقصحوا. باقي جايين بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال المعلومات اللي تاهما يعني، وبزاف ديال الحوايج اللي كانوا طراو ليا في السطاج لانهم زادوا خلوك انك تقصاحي، فبزاف د الحوايج غادي يخلوك انك تعرفي انك كيفاش تقصاحي. باقي جايين فيديوهات ان شاء الله في الطريق، ولا كنتو انتريسي وباغين انني نهضر لكم على يعني كيفاش انني خيط، وكيفاش اول مره يعني خيط فيها، وشنو الحوايج اللي يعني خلاوني انني نخيط، يعني كيفاش طرا ليا انني زعمت انني خيط. الا كنتو مهتمين بهذا الموضوع فخليو ليا في لي كومونتير، واكيد ندير لكم فيديو خاص عليه. كتسمعوا هاد الصوت قولوا لي انتم لي كومونتير واش باقي نتوما كيدوزو حداكم هادو اللي كيدورو هكا في الزنقه كيكونوا هكا عندهم الجمال وما عرفت شنو شحال هادي ما شفتهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذا هو الموضوع اللي جيت نناقشو معكم ونهضر لكم عليه باش نصحو شي افكار اللي عندنا غالطين. ما تخافوا من حتى شي حاجه، راه ما كاين حتى شي برا غادي تدقوها، كونوا هانيين من هاد الناحيه. كنتمنى انه يكون عجبكم هاد لا فيديو، تكونوا استفدتوا منه بشي حاجه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.